السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هسه راح نبلش بشرح البيم كولوم كونكشن بالستركتشرز. هسه بالرينفورسد بيم ستركتشر. هسه بدنا نركز على مصطلح كونكشن. هسه في أنا عندي فرق بين الكونكشن والجوينت، يعني مثل ما راح تلاحظون عنوان التشابتر هو بيم كولوم كونكشن، ولكن أنا في عندي مصطلح جوينت. إحنا راح نركز على تصميم الجوينت. طيب شو الفرق بين الجوينت وشو الفرق بين الكونكشن؟ بحكي لك بكل بساطة. لو أنا جيت قلت لك عندي مثلا الشكل التالي، هذا عندي مثلا مبنى معين، في عندي هذا مبنى زي هيك، بنعرف إن هون عندنا كولوم مثلا، وعندي هون بيم تربط بينهم، طيب هسه بصير عندي لو انا بدي اخذ سكشن مثلا واشوف عندي كيف الشكل بيكون، باجي بقول لك بيكون عندي مثلا العمود زي هيك جاي العمود مثلا، وفي بيم مثلا هيك. طبعا بغض النظر ممكن يكون في عمود بالجهة الثانية حسب الهاي، وممكن بالجهة الثالثة، يعني المهم وصلت الفكرة. هسا نقطة التقاء البيم مع العمود كيف؟ يعني كنا هذا فريم إليمنت مثلا، هذا بيم وهذا كولوم. هسا النقطة هاي المنطقة هاي هي الجوينت. أما لو جيت قلت لك أنا أخذت زي هيك مقطع وبدي أصمم هذا المقطع هذا بسميه كونكشن، يعني هي الفرق بس، بدي أصمم المنطقة اللي جوا ولا بدي أصمم الجزء اللي برا. طيب هذا هو تعريف الجوينت أو الكونكشن زي ما أنا كاتب هون. هسا إحنا اللي بدنا ندرس عليه، بدنا ندرس اللي هي الشير بالجوينت، يعني لما نيجي نحكي بدنا نصمم جوينت، يعني نصمم الشير اللي عليه. طيب طبعا هنا إحنا بنعرف مثل ما بنعرف نشتغل على الكور 318/2019 SCR 318/2019. بحكي لي إنه شو تعريف الجوينت. الجوينت هو portion of structure common intersecting member، whereas connection is a composite of joint portion of adjoining member. زي ما قلت أنا نقطة الالتقاء هي الجوينت، أما إذا أخذت جزء من members اللي التقوا فهي إيش؟ تكون connection. هسا نركز إنه الشابتر 15 بالكود ACI كود هو بحكي لي عن البيم كولوم جوينت وعن السلاب كولوم جوينت، ولكن إحنا ما راح نركز على السلاب كولوم جوينت بالفيديو هذا، راح نركز على البيم كولوم جوينت. طيب في عندي طبعا عندنا انواع الجوينت، عندنا السيزميك ديزاين جوينت، او اذا اخذ بعين الاعتبار سيزميك ديزاين او ايرثكويك، او اذا تيجي اخذ بعين الاعتبار. طيب هسا في عندي هون بحكي لي ملاحظة بالكود جنرال، بيقول لي لو كان عندي سلاب زي هيك او بيم، قصدي هذا كولوم هذا البيم اللي هون هو continuous beam. بحكي لي هون إذا في عندي الإكستنشن للبيم، شو يعني إكستنشن بيم؟ يعني لو كان مستمر وإيش ومش مربوط بسبورت، يعني إيش free end. بحكي لي هون إذا عندي الفري end هاي طولها بيساوي على الأقل الدبث تبع الهاي تبع البيم نفسه، يعني هذا الطول على الأقل D أو H، يعني على الأقل H، بيقول لي الشير تبعها هي قادرة تحقق انه الشير سترينغث تبعها بيساوي نفس الشير تبع ولو كأنها مستمرة، يعني لو طولها على الأقل H بيكون بتقاوم شير مثل ما الشير وكأنها هي مستمرة. طيب هسا في عندي مصطلح الجوينت انه يكون عند الجوينت confined او unconfined. كلمة confined او confined يعني محصور او غير محصور، يعني اذا الجوينت محصور من 4 جهات من 3 جهات او لا. طيب
في عندي أنواع للجوينت حسب المومنت اللي بتأثر عليها. في عندي open joint أو opening joint، وفي عندي closing joint. closing joint كيف بفرق بينهم؟ بقولك بتطلع على المومنت، هذا مومنت وهذا مومنت، بتلاحظ أنهم وكأنهم بيفتحوا الجوينت، بيفتحوا يعني بيبعدوا عن بعض، بيبعدوا عن بعض. أما هون لا، والله شوف راس المومنت اللي هون على راس المومنت اللي هون، إذا كانوا بيعملوا لها إغلاق. طيب خلنا نركز، عندنا مومنت، بنعرف إنه المومنت هو عبارة عن تنشن فورس وكومبريشن فورس. هسا التنشن فورس تكون على الفيس هذا، والكومبريشن فورس كلود موزع اللي هي 0.85 اف سي برايم. هذا الستريس لو ضربته في الطول A مثلا، شو بيعطيني؟ بيعطيني القوة C في A في B طبعا، ناخذ لجوه. طيب هون نفس الشيء بالكولم، بيكون هاي compression force وهاي tension force، هون بالclosing joint بنفس الفكرة. طيب بدناش نفوت بالتفاصيل الستريس وشكل الستريس بالجوينت. في عندي أنا الكورنر جوينت، الكورنر جوينت اللي هو الجوينت بيكون مربوط في بيم زي هيك والكولوم زي هيك بس، يعني ما فيش عندي من هون ومن هون. طيب هذا بيسموه كورنر أو ني جوينت، كورنر أو ني جوينت. طيب هسا هذا شكل الاوبننج جوينت، الستريس على الاوبننج جوينت راح يكون عندي الستريس بهذا الشكل، هون الماكسيمم تنشن راح بنزل زي هيك، الكومبريشن هاي كلها تنشن، هاي هسا الماكسيمم تنشن بحدث هون، وهون بالمنتصف كمان بحدث ماكسيمم تنشن. فبالتالي لو انا بدي ارسم البرنسيبال ستريس، احنا بنعرف انه الكراك بيكون عمودي على البرنسيبال تنسايل ستريسز، فاذا انا عندي البرنسيبال تنسايل ستريس زي هيك، فالكراك راح يكون عندي زي هيك، وانا كون عندي هون ماكسيمم ستريسز راح يكون يحدث عندي كراك بهذا الشكل، وعادة زاويته 45 درجة. لو أخذتنا فري بودي ديجرام راح يكون عندي الشكل التالي. طيب هسا نركز على قيمة أو شكل الديتيلينج للتسليح داخل الجوينت. لو فرضنا عندنا التسليح كان بالشكل التالي، بحكي الفحوصات كانت طبعا إيش ترميزها؟ مثلث. بقول له ترميز مثلث، هاي ترميز مثلث. لو دائرة كنت دائرة زي هيك، مثلث غامق هاي مثلث غامق. طيب شو هذا؟ هذا بقول لك الجوينت افشنسي مع الرول البيم اللي هي نسبة التسليح اللي بالبيمز. اللي بصير عندي كلمة جوينت افشنسي هي المصطلح انه قديش قيمة الفيلر مومنت على المومنت كاباسيتي. فانا او العكس، المومنت كاباسيتي على المومنت فيلر. هسه توقع هاي فيلر مومنت تو ذا مومنت كاباسيتي، الفيلر مومنت على المومنت كاباسيتي. فانا اذا كان عندي التسليح اللي هون بالشكل التالي بيعطيني جوينت افشنسي فوق 100%، يعني اكبر من 100%. يعني الفيلر مومنت، يعني احنا بالعاده احنا بنصمم بحيث انه الفشل يكون على الفاي ام ان اللي هي على المومنت كاباسيتي، ولكن احنا بالحاله هاي لما انا عملت الديتيل زي هيك رح يكون عندي الفيلر مومنت أعلى من المومنت كاباسيتي، وهذا إشي أفضل بالنسبة إلنا، لأنه إحنا الفشل بالجوينت، إحنا إذا بدنا البيم يفشل أو الستركتر يفشل، إحنا بنحاول نبعد إنه الجوينت يفشل. يعني لو فشل البيم أسا كله سيء، بس فشل البيم تقدر تعالجه، فشل الكولوم تقدر تعالجه، أما فشل الجوينت ما بتقدر تعالجه، صعب جدا. فبالتالي إحنا لو عملنا الديتيل هاي إنه كان العمود، تسليح العمود عملنا عكفة ورجعناه، وتسليح البيم عملنا عكفة ورسمنا دياجونال بينهم بالشكل التالي، راح تكون الجنت افشنسي أعلى من 100%. أما لو أنا عكفت البيم وعكفت العمود بدون ما أحط دياجونال بينهم بكون أقل، فأنا الفيلر مومنت بصير أقل من المومنت كاباسيتي، وفما بالكو هذول بكون سيء جدا. يعني أني أسلح الجوينت زي هيك مش كويس، فالأفضل عندي يكون تسليح يكون فيه دياجونال تنشن. الكلوزنج جوينت بنفس الطريقة، ولكن هون قاعد بيعطينا معلومة انه كانوا في عندي يعني تنسايل ستريس فور تنسايل فور سون، فالقوة المحصلة بتكون بالشكل التالي تي. هاي القوة تي بتساوي تي 1 وتي 2، ولكن يعني area of steel of y area of steel of y بتطلع معي جذر 2 area of steel of y من الزاوية 45 الزاوية 45. طيب هذا الجدول اللي هو الهوكس تبع الهوكس، انه قديش بدي افوت بالجوينت هوكس، اخذ ذكرنا سابقا بالشير، حسب انا عندي البار سايز اللي بدي اعمله عكفه، وكم المينيموم وكم الاكستنشن اللي بدي اعمله بعد ما اخلص عكف كم بدي امده.
طيب هسه بحكي لي هون مثلا هاي الرسمة شو بتحكي لي؟ بتحكي لي انه انا عندي مثلا كولوم وبيم. البيم اذا كان ثلاث اضعاف الكولوم على الاقل بيكون عندي التنشن فورس بالكولوم بتساوي ثلاث اضعاف التنشن بالبيم. طيب التي جوينت بحكي لك كيف شكل التي جوينت. طبعا التي جوينت بيختلف عندي حسب يعني في تي جوينت حسب اذا كان عندي ريتيرنج وول او اذا كان عندي كولوم مربوط في بيمين والى اخره الى اخره. طيب طبعا معطيني شكل التسليح نفس اللي شايفين جون جوينت افشنسي مع الرو بالكولوم مش الرو بالبيم. طيب نكمل. فبحكي لي هون حكينا عن التي جوينت نكمل. طيب هسا نركز على تصنيفات الجوينت هسا احنا بالعاده بنصنف الجوينت بناء على نوعين عندي تايب 1 وتايب 2. طبعا بكل اختصار التايب 1 هو اللي بيكون نون سيزميك جوينت يعني ما باخذ بعين الاعتبار لاترال فورس انا بصمم فقط على الجرافيتي لود. اما التايب 2 بيكون عباره عن سيزميك لود. طبعا تشابتر 1 او تايب 1 بحكي رح نتطرق له في تشابتر 15 بالكود وتشابتر والتايب 2 بنتطرق له بتشابتر 18 بعض التفاصيل يعني. طيب هسه نركز على كيف نحسب الشير فورس في الجوينت هسا لفرضنا ان هذا المبنى مثلا عندي هذا العمود مستمر عندي هون ايش بيم. فهسا اذا انا بدي اخذ الكالكوليشن او انا بدي اخذ الكالكوليشن بفرض الاسيومد بوينت اوف ريفليكشن بمنتصف زي هيك يعني من سنتر لسنتر. هسا اللي بصير عندي ان انا باخذ جزء من الجوينت مش الجوينت كامل. انا عندي هاي الجوينت انا باخذ جزء منها وبعمل له فري بودي دايجرام. هاي الفري بودي دايجرام هسه مثل ما احنا شايفين انه هذا المومنت جاي مثل هيك معناته في انا عندي هون تنشن وعندي هون ايش كومبريشن. فبالتالي هاي هي التنشن فورس. هسه انا ماخذ جزء منه يعني انا ماخذ لعند النيوترال اكسس. النيوترال اكسس ما عندي فورس. فبالتالي اذا هاي هي التنشن فورس وانا هذا الجزء مربوط بكولوم من هون فعندي شير بالكولوم فانا بيعطيني في التيميت للجوينت. فالفي التيميت للجوينت راح تساوي معي تي بي ار ناقص في كولوم او العكس في هسه هي بالاصل في التيميت زائد في كولوم تساوي تي بي ار. فبالتالي في التيميت هي تي بي ار ناقص في كولوم هذا اللي راح يكون عندي. طيب لو كان عندي الجوينت داخلي بفرق معي بيكون انا عندي مومنت هيك ومومنت هيك اللي هو في ريفرسال اوف مومنت بسبب انه عندي لاترال فورس. فبالتالي انا عندي هذا السكشن اخذته على جنب راح يكون في عندي تنشن فورس هون وعندي كومبريشن فورس هون راس السهم هون. فبالتالي المعادله راح تكون عندي بالشكل التالي تي بي ار يعني بروبابل. بروبابل يعني هي القيمه اللي محتمل انها تعمل فشل. تي بروبابل بتكون الفا في اريوس تي اف واي حيث الفا هو رقم اما بكون واحد اذا كان عندي انا تايب 1 جوينت وبكون واحد وربع اذا عندي تايب 2 جوينت. طيب هسه كيف انا ممكن احسب الفي كولوم؟ الفي كولوم بحسبها من خلال الام التيميت تبع البيم هذا او ام بي ار ممكن نسميه على طول الطابق نسميه ال بي سي. هو ال بي سي هو الستوري هايت. طيب هسه شو الام بي ار؟ الام بي ار هو الفا في اريا اوف ستيل في اف واي في دي ناقص اي على 2 اللي هو تبع الار سي 1. طيب نركز عندنا عده اشتراطات للكود تبع الاي سي اي 352. بقول لي اول شيء لازم نعرف الكونفاينمنت اللي عندنا. هل انا عندي البيم او الجوينت قصدي هل هو محصور من اربع اتجاهات مثل اتجاهات اتجاهين يعني هل هو اكستيريور ولا كورنر ولا انتيريور؟ طبعا كل ما كان حصر اكثر كل ما كان الجوينت احسن. هسه كيف انا ممكن اعمل حصر للجوينت يعني كيف بقدر اعتبرها انها مثل اكستيريور او انتيريور؟ هي الفكره انه اني ادخل حديد التسليح تبع البيم بتسليح العمود والكنات كمان. والكنات هسه احنا مثل ما بنعرف لو كان عندي هاي الرسمه وهذا بيم مثلا جاي زي هيك هسه انا الكنات عندي بالعاده كيف الكولوم بتكون هيك الكنات جايه وهيك كانت الكنات جايه بس ممكن هاي الكنات ادخلها
وين؟ بالجوينت. فدخلته بالجوينت بهيك زي كأني يعني حسنت من تصرف الجوينت. هسا قد ما أقدر لو أقلل الشير بالجوينت كل مكان أحسن. كيف يعني؟ نخفف حديد البيم. يعني إحنا نعرف TBR هي بتخص حديد البيم. فلو أنا قللته بقلل الفي ألتيميت بالجوينت. لو قلل تسليح البيم يعني أقلل الخطر بحيث إنه دخلوا على الجوينت. كيف يعني؟ أعمل ديفلوبمنت لينث كافي. ما إحنا بنعرف إنه ديفلوبمنت لينث بيعتمد على الدي بي. فإذا قللت الدي بي ديفلوبمنت لينث أحسن بدخله بداخل الجوينت. كمان في شرط عندي، أفضل تصرف للجوينت بيكون لما يكون التسليح الطولي للعمود يكون موزع على محيط العمود. هذا الأفضل، لأن إحنا نعرف إن العمود ممكن يتسلح عندي على الزوايا فقط إذا كان كافي، أو على الأطراف فقط، أو على المحيط، أو على المحيط. بحكي لي للتايب 1 جوينت، للتايب 1 جوينت الACI 352 بقولك على اللي بنصحك على الأقل يكون عندك طبقتين من الكينات من التايز بين التوب والبوتوم ليفل اوف لونجيتودينال رينفورسمنت ان ذا ديبست فريم ان ذا جوينت. طيب بحكي لي بكل بساطة انه انا لازم يكون عندي بالشكل التالي. كيف يعني؟ هذا جوينت، هذا جوينت،